ينضم لنا الكاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير جريدة الشروق وأيضا عضو مجلس الشيوخ الأستاذ عماد الدين حسين. مساء الخير أستاذ عماد، وكيف رأيت مشهد اليوم وأهم المشاهد اللي تحب تتوقف عندها في مشهد الانتخابات المصرية 2024؟ مساء الخير يا أستاذة إنجي، تحياتي ليك ولكل السادة مساء المشاهدين. الفل. يعني أنا النهاردة هقول لحضرتك كده بسرعة، ربما يختصر جزء كبير جدا من سؤال حضرتك. انا نزلت الساعه 10:30 اللجنه الانتخابيه بتاعتي، هي لجنه موجوده في شارع الشيخ علي يوسف جنب مستشفى بريش القصر عين السيده زينب. وصلت اللجنه فوجئت بمشهد طابورين كبار جدا من سيدات والرجال، صف طويل، اضافه لشباب صغير عامل اجواء احتفاليه قدام اللجنه. وقفت حوالي 5 دقائق، فاكتشفت ان انا عشان ادخل اللجنه هحتاج لي على الاقل ساعه او ساعه ونص تقريبا. فاضطريت امشي اروح الجورنال. الزحام كان شديد بالفعل، عدد كبير جدا من الناس من طبقات وفئات اجتماعيه مختلفه. في طريقي من السيده زينب للدقي البحوث شفت اكثر من مدرسه نفس الوضع. عدد كبير من الزملاء والاصدقاء قالوا نفس القصه، انه كان هناك اقبال حقيقي في الساعات الصباح الاولى من اول افتتاح اللجنه في 9 صباحا، وهذا المشهد استمر يعني لحد اخر تقارير كنت بشوفها كانت الظهريه. كان هناك الى حد كبير اقبال لافت للنظر لم يتوقعه كثيرون في اليوم الاول للانتخابات. هذا هو يعني المشهد الاول، اظن الناس كثير اتكلمت ده في اليوم الاول وفي الساعات الاولى، يعني من اول نعم. ما يعني نزلنا في الشارع او اتفرجت في التلفزيون قبل ما انزل، لا زحمه على المقرات الانتخابيه. صحيح صحيح، وبالتالي اذا استمر هذا المشهد اتوقع ان نسبه الاقبال تكون جيده ومعقوله، خلافا لبرضه توقعات كثيرين. اعتقد ان هو لا يوجد الحافز ان الناس تنزل، لانه بعض عدد كبير من الناس بيعتقد ان المنافسه محسومه. لكن المشهد اللي حصل النهارده بيقول لا، ان هناك الحملات الانتخابيه للمرشحين الاربعه، وده طبعا حمله الرئيس السيسي، تمكنت من اقناع عدد كبير من النزول في اليوم الاول، وكل الامل ان يستمر هذا الاقبال في اليومين الجايين ان شاء الله. ان شاء الله. منشط الشروق بكره بيقول ايه؟ منشط الشروق بيقول يعني انتظام التصويت في اليوم الاول للانتخابات، وبعد كده واخدين عنوان على لسان الهيئه الوطنيه للانتخابات بيقول انه في اقبال كبير على اللجان، ورئيس الهيئه العامه للاستعلامات الزميل والصديق ضياء رشوان بيقول انه فيه ان كل التقارير او غالبيه التقارير اللي طلعت من الاعلام الاجنبي المشكل جبيه. كانت نعم. تقارير ايجابيه لحد كبير، او على الاقل ما فيش تقارير سلبيه موجوده فيها. ده تقريبا العنوان الرئيسي اللي موجود في الشروق الصفحه الاولى، وبعد كده في تفاصيل كثيره من كل اللجان خصوصا القاهره والجيزه، تصويت كبار الوزراء وكبار المسؤولين، تصويت نجوم الفن والرياضه، في وجبه دسمه كامله موجوده في الشروق بكره ان شاء الله. تمام. استاذ عماد، يعني حضرتك قلت انه احد المنشطات الموجوده بكره في الشروق، وطبعا ده يعني متشاف يعني رؤيه العين لما تشوفه في التلفزيون او تنزل في الشارع تشوف الزحام الشديد ومدى اقبال المصريين على الانتخابات في اللجان المختلفه، مش بس في المدن الكبرى والمحافظات الكبرى، لا حتى في القرى والنجوع. ده بيقول ايه عن الشعب المصري؟ بيقول ان هو يعني الشعب المصري في كل المحطات الاساسيه بيبقى موجود وحاضر. وبالمناسبه دايما كان في قاعده انتخابيه، يعني قاعده سياسيه، انا اظن ان يعني كسرت اذا قدر نسبه التصويت دي تستمر والاقبال ده يستمر. دايما بيقولوا ان الاقبال الكبير مرتبط دايما بوجود ازمات او اضطرابات شديده او انقسامات واستقطابات كما حدث في 2013 مثلا. لكن الشعب المصري احنا يعني الحمد لله البلد تعيش استقرار حقيقي منذ سنوات. ربما المتغير الوحيد هو ما الذي حدث العدوان الاسرائيلي على غزه، لكن ورغم ذلك، رغم عدم وجود تهديدات جوهريه تمس مصر واندحار الارهاب، لكن عدد الاخبار اللي حصل النهارده شيء مهم وشيء ملفت للنظر. وبالتالي اتمنى انه يستمر ان شاء الله، حتى يعني نقول انه
النسبة كبيرة إن شاء الله. أشكرك أستاذ عماد الدين حسين الكاتب الصحفي الكبير، رئيس تحرير الشروق، وأيضا عضو مجلس الشيوخ.